تنضم إلينا مراسلة المشهد من القدس أحلام عثمان، أهلا بك أحلام. إذا لنبدأ معك، يعني أحلام، في الدوافع التي جعلت نتنياهو يقدم على حل مجلس الحرب بعد طلب إتمار بن غفير الانضمام إليه. بعد انسحاب كل من الوزير بيني جانتس وايضا جادي ايزنكوت من حكومه الطوارئ وايضا انسحابهما من الكابينيت الحربي الاسرائيلي او فيما يعرف بمجلس الحرب الذي يعنى بشؤون هذه الحرب على قطاع غزه وايضا في التطورات على الجبهه الشماليه وفي مناطق الضفه الغربيه، الانسحاب هذا جعل بنيامين نتنياهو يتخذ القرار بحل الكابينيت الحربي اليوم، وذلك بعد المطالبة من قبل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وكذلك الأمر وزير المالية بتسليل سموتريتش للانضمام إلى هذا الكابينيت وأيضا ليكونا من المؤثران في القرارات المصيرية والحاسمة المتعلقة بهذه الحرب، ولكن بنيامين نتنياهو قرر اليوم حل الكابينيت الحربي وهو ليخرجه من مأزق الضغوطات الممارسة عليه من قبل تحديدا إيتمار بن غفير، ولكن بنيامين نتنياهو يتجه إلى ما أسماه بالمطبخ، هذا المطبخ المصغر الذي سوف يشارك فيه هو ووزير دفاعه يوآف جالانت وأيضا وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر وإلى جانبهم أيضا آري درعي وهو رئيس حزب شاس، وبالتالي من خلال هذا المطبخ سوف يتم اتخاذ جميع القرارات الحاسمة المتعلقة بهذه الحرب، وبالتالي بنيامين نتنياهو لا يريد أن تمارس عليه المزيد من الضغوطات، وأيضا هذا الأمر في حال كان قد تواجد إيتمار بن غفير في المجلس الحربي فسوف يضعه أمام المجتمع الدولي في ضائقة. أحلام، إذا مردنا أيضا الحديث على الداخل الإسرائيلي وعلى المظاهرات التي تطالب بتنحي واستقالة حكومة نتنياهو، هذه المظاهرة مستمرة حتى المساء، لو تطلعين على الصورة في داخل إسرائيل الآن. صحيح، المظاهرات سوف تستمر اليوم، هناك المظاهرة بعد قرابة ساعة من الآن سوف تنطلق في مدينة القدس، هذه المظاهرة تنطلق من أمام رئيس مكتب أو بيت رئيس الدولة يتسحك هيرتسوك، سوف تتجه إلى أيضا الكنيسة الإسرائيلي، وهناك أيضا توقعات بأن هذه المظاهرة سوف تنتهي عند بيت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في شارع غزة الذي يقع في مدينة القدس. هذه المظاهرات تزداد تصعيدا لسيما مع خروج بيني جانتس وإيجاد أيزنكوت وهما العضوان والقيادي لحزب المعسكر الوطني، انسحابهم من حكومة الطوارئ، هذا الأمر سوف يجعل الشارع الإسرائيلي أكثر غليانا، والقاعدة الشعبية لهذا المعسكر أيضا سوف تنزل إلى الشارع الإسرائيلي للمطالبة بحل حكومة بنيامين نتنياهو، الذهاب إلى انتخابات مبكرة وأيضا المطالبات المستمرة باستعادة الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين عبر صفقة للتبادل. شكرا لك مراسلة المشهد من القدس أحلام عثمان على جميع هذه التفاصيل.